يلا كله بقى شايلين يا جدع. ايه صح النوم يا ابن والدي؟ حد ينام ليله عيد ميلاده؟ الاحتفال ما خلصش يابا، ده عيد ميلاد الغالي كله. دراح فين يا اسطى؟ عايز اخش الحمام. امشي يا اسطى، المايه مقطوعه. خش. المنطقه كلها بتحكي وتتحكى على السومبونايز اللي سيحه عملها لك. اوه، مفيش اوسخ من السومبونايز اللي انا فيه دلوقتي. اوف يا دي النيله، هم هيباتوا هنا ولا ايه الدهيه دي؟ انا لو عليا بيت هنا عادي، ما انا ما عملتها كتير. كل حكايه بس ان امي لسه صحيه، خفت تستعوقني. انت تهدي بقى يا بنت يابسه وتسكتي بدل ما حد يسمع. حس امسك يا بصايح الحشيش ده. ولا بوما، خش المطبخ هات لنا الفتاحه عشان نفور طعم البيره ده. انا يا اسطى راح فين يا عم؟ اقعد انت، انا اللي اروح اجيب الفتاحه بنفسي. ايه ده، انت اول مره تحترمني يا اسطى؟ عيب يا ابني، انت ضيف. يلا ضيف ايه؟ لا انا اتعودت على المرمطه وقله الادب وتهزقوني عادي. احلى هنا اسمع كلام بقى. خلاص يا بوما بقى، ما تقعد بقى. الله حكيبها انا. يا ابني تعالى انت، ما تخوتنيش بقى. اقعد اهو. ايه الغباء دي؟ اهو انا مزنوق مش قادر. اشرب بقى. اقعد يا عم سيحه اقعد، عشان احكي لك على المهرجان الجديد اللي هنغنيه بعنوان احنا الصحاب والشله لبسنا العو وفانيلا. حلو حلو، بيحكي في ايه بقى يا عم سيحه؟ والله يا عم كله الشبيحه كلهم والقويله والناس اللي بتغني بيتكلموا عن غدر الصحاب، عن الاصحاب الخسيسه، على قله الاصل، على الخسه، الوساخه. ما خلاص يا عم بقى، حتى تقول نفس الكلام 100 مره، خلاص فهمنا، وصلت الرساله. احنا بقى هنتكلم في حاجه جديده خالص. هنتكلم على الاصحاب اللي هم اللي بيحبوا بعض قوي، اللي هم زي الاخوات زينا كده. احلى اخوات ولا ايه؟ ولا ايه؟ اللي بيشيلوا بعض في وقت الزنقه، اللي متربيين مع بعض، واكلين مع بعض، مبايرين مع بعض، نايمين مع بعض، يا كله نايمين مع بعض. انا هقوم اجيب الفتاح. عايز ايه؟ عايز ايه؟ ابو سيدك اقعد، انا فتحت لك كبيره.